اهلا وسهلا بحضراتكم، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا وبينورنا فيها نجم كبير جدا. بصراحه انا بستمتع لما بقعد اسمعه وهو بيتكلم في الكوره، لانه بالتاكيد عنده خبرات كبيره، اشتغل مع شيخ المدربين الراحل الكابتن محمود الجوهري، وكمان اشتغل في الخليج او اشتغل في الاردن، واشتغل كمان مع انديه مصريه عديده، كان عنده تجربه قويه جدا ومميزه مع نادي المقاولين. برحب مش هقول ضيف، لان هو بالتاكيد احد نجوم الكره المصريه، الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء منور الدنيا واهلا بيك. اهلا احمد، الله يخليك. شكرا يا محمد، الله يخليك. اولا الف سلام عليك. الله يسلمك. كنت تعبان شويه الفتره الاخيره. ما خلاص بقى ناقص ساعات و 2019 تروح بقى. على الله في السنه جات ان شاء الله خير يا رب. لا ان شاء الله 2020 تبقى كل الاحلام والامنيات باذن الله. فتره صعبه بس الحمد لله، يعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. 2019 على مستوى الكوره بقى، شفتها ازاي؟ لا مش قوي، يعني اللي نورها شويه، يعني طبعا احنا بنتكلم بالمصنف الاول منتخب مصر، يعني اللي نورها شويه المنتخب الاولمبي، اللي نورها شويه منتخب الاولمبي. لكن طبعا على مستوى الكوره المنتخب الاول، لما نيجي نقول احداث اللي حصل في افريقيا، حدث ينقسم الى قسمين، 50% اداء المنتخب والنتائج، و50% تنظيم مصر البطوله. طبعا تنظيم مصر البطوله كان حاجه رائعه جدا، حاجه مبهره، نجحنا بامتياز في تنظيم البطوله من اولها لاخرها، لكن ما كملتش الفرحه باداء وخروج المنتخب، ودي كانت متوقعه، وانا من الناس اللي كنت متوقع هذا الكلام وقلته. في ناس هجمتني وانت متشائم وانت وانت وانت، والنتيجه في الاخر طلع كلامنا صح، لان الواحد بيبص برؤيه مختلفه تماما عن اللي قاعد في المدرج او اللي هو قاعد عايز يتفرج على منتخب مصر. فمنتخب مصر اعتقد اللي هو كان ده الحدث الاكبر في 2019 بخروج المنتخب من جنوب افريقيا في دور ال 16. بس لكن طبعا على مستوى الانديه وارد جدا الانديه تخفق ويبقى فيها اخفاقات وانجازات والحاجات دي كلها، لكن اللي يهم جمهور مصر ككل هو المنتخب الوطني. يعني منتخب الاولمبي عوض. عوض ده. منتخب الاولمبي عوض. وعايز اقول لك حاجه يا محمد، برضو الضغط اللي اتحطوا فيه جهاز المنتخب الاولمبي واللعيبه، وشافت اللي حصل بعد اللي حصل لمنتخب مصر الاول، كان اصعب على ما اعتقد، اللي هو ده كان حافز ليهم. حافز ولا كان اصعب؟ لا 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 حافز. اللي واحد لما بيشوف حاجه حصلت قدامه، اخفاق حصل، فبيقول لك ده احنا لو حصل لنا كده ممكن يحصل كذا، واخد بالك؟ بس هو مطالب بتعويض الاخفاق. ما كانش مطالب، هو يعني برضو خلينا واقعيين، الكره في مصر منتخب اول، منتخب الاولمبي ممكن ينجح ما ينجحش، شباب ينجح ما ينجحش، لكن ال 70% تقول منتخب الاول، لكن 30% دول عوضوا 70% باللي انت نظمته بطوله على مستوى عالي. نمره 2، جيل، خلي بالك بقى جيل، انا في التقدير وقلت هذا الكلام برضو هنا في القناه بتاعتكم، قلت انا كن يعني في تقديري ان جيل المنتخب الاولمبي ده هو مستقبل مصر. ساعة لما حصل الهوجة واستقال اتحاد كرة القدم، وكل الإعلام وكل الدنيا كلها اتجهت اتجاه مين جاي مين جاي مين هيمسك منتخب مصر، والناس كلها اتشتتت. طب ما هو الجيل ده متواجد من 2013. وانا كنت موجود مع كبشة وغريب ساعتها. الجيل اللي هو مثل المنتخب الأول. المنتخب الأول. الجيل ده موجود من 2013. ما هي إنجازات هذا الجيل؟ بالرغم عشان في ناس هتقول لك ما هو وصل نهائي افريقيا مع الكاميرون ووصل كاس عالم، لكن في نقطه مهمه جدا، ما كانش مقنع للجمهور المصري اداؤه، اداء المنتخب ما كانش مقنع. الناس تقول لك احنا كنا بنكسب ازاي، بنلعب كره دفاعيه، الناس ما حسيتش بـ 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 حتى لما رحنا كاس العالم كان كل الناس تقول احنا رحنا كاس عالم رحنا كاس عالم، لما شافوا الاداء في كاس العالم رجعت برضو الكره المصريه ورا، بالرغم ان احنا وصلنا كاس عالم ما كانش في اقتناع. وبعد كده برضو يكمل هذا الجيل في افريقيا اللي اتلعب في السنه دي في شهر 6 لما اتنظمت في مصر. فانا قلت يا جماعه خلاص الجيل ده من 2013 ما شفناش حاجه. بس وجهه نظر ثانيه يا كابتن علاء تقول ان الجيل ده رجعنا افريقيا 2017 بعد ما كنا بعيدين تماما اخر ثلاث بطولات بعد 2010، يعني ما لعبناش 2012 ولا 13 ولا 15. الجيل ده اهلنا 2017 ازاي؟ مع كوبر. ما ده اللي بقوله لك. ازاي؟ مع كوبر. مع كوبر. مع كوبر. هل انت النهارده بص الاحساس بالاداء ومتعه كره القدم اللي انت تبقى مقتنع بفرقتك، انت كنت بتكسب وناس بتفرح نص ساعه يقول لك احنا كسبنا ازاي؟
ما كانش مقنع. شيل محمد صلاح ما كنتش هتبقى مش فرقه بصراحه يعني. بس كانت فلسفه مدرب. معلش عشان احنا قلنا عشان اللي بعديه يجي وحش اللي هو اجيري. فدايما ايه يقول لك الله يرحمه كان كويس. دي سمات الشعب. لما تكون في ايدك حاجه ما تحسش باهميتك. يقول لك الله يرحمه كان كويس وعمل لنا وسوينا بتاع. لكن بصراحه لا ده ولا ده كان مقنع. ولازم دلوقتي نقتنع كلنا ان هذا الجيل هذا هو اخره. مفيش مش هيدي. فانا قلت يا جماعه عندنا منتخب اولمبي. منتخب اولمبي ده بسم الله ما شاء الله كلهم بيلعبوا في انديتهم. طب اقول لك حاجه. يعني بشكرات النادي الاهلي. مظبوط. والنادي الاهلي اول الدوري. ومن الفرق السنه دي بصراحه يعني الفرقه الوحيده اللي عندها اداء وعندها نتيجه. تمام. لان ساعات في بعض الانديه يقول لك انا محتاج نتيجه. لا النادي الاهلي عنده الاثنين. النهارده مين اصغر لعيب بيلعب في النادي الاهلي؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي. عايز اقول لك حاجه غيابه فارق في اداب النادي الاهلي. تمام. مصطفى محمد في نادي الزمالك هداف نادي الزمالك وراس حربه كل الناس بتقول لك ده راس حربه مصر. فانت النهارده عندك النجوم بتوع الانديه هم منتخب اولمبي. فهمت وجهه نظرك. فاهمني؟ النجوم الانديه النهارده مدى تاثيرهم اصبح بقى واضح للناس. ايوه. ايه المشكله اللي احنا نقول يا جماعه نعلن الراي العام احنا هدفنا وبتحصل في دول العالم كلها. الجزائر اللي خدت بطوله افريقيا ما حصل لها دروبات زي ما حصل لنا فتره كبيره. فتره كبيره عملت ايه بقى؟ جهزت 24 لعيبه على مستوى عالي جدا. ولو تلاحظ في بطوله الامم الافريقيه الجزائر الاحتياطي زي الاساس بالظبط. لو تلاحظ في مباريات كان بيقعد مجموعه كبيره وبيلعب الناس اللي هو الماتش الثالث لا رايح مجموعه كامله ولا بتشكيل ثاني خالص والناس كلها كانت خارجه منبهره بادائهم. ليه؟ صبروا وعملوا يعني حصدوا بعد كده. فاحنا النهارده انت يعني الناس كلها شايفه ان الموضوع مفيش يعني لسه الامور خلاص هو ده. وبعدين انت حاجه بتاعت ربنا ما ساعات بيجي لك جيل يعمل اي حاجه يكسب زي الجيل بتاع بوتريكا ووائل جمعه وزيدان وشوقي ومتعب وجيل العظيم ده واحمد فتحي. الجيل ده كان بيكسب اي حد. تمام. فانت حظك الجيل ده كده. احنا نبص بصه مستقبليه الجيل المنتخب الاولمبي ده ونحط عليهم خمسه من الفريق الاول ونكمل المشوار ونعلن الناس وقفوا معاهم والحاجات دي كلها وندعمهم ونعمل لهم فتره بتاعت كويسه والحاجات دي كلها. بس الكابتن حسام بدري لما طلع واعلن جزء من الكلام اللي حضرتك بتقوله الدنيا اتقلبت عليه. قال ساعتها الدوري لا يفرز عناصر مميزه مبشره للمنتخب في مراكز ممكن يكون فيها نقص او عدم تاثير في المنتخب الفتره الجايه او مش موجودين الفتره الجايه. الناس استقبلت كلامه ده ب كلامه واضح وكلام سليم. شايفه كلام سليم؟ طبعا كلام سليم وانا اتفق معاه. انا الحمد لله ما بخافش. كلام سليم لان انا مريت بالتجربه دي قبله وشايف ان فعلا في نقص. احنا عندناش سردباكات في مصر. مع احترامي للجميع ما عندناش سردباكات في مصر. طب خلال عام 2019 مفيش مدافع لفت انتباهك؟ كلهم زي بعض. كلهم اخطاء دفاعيه قاتله. على مستوى الدوري المحلي على مستوى افريقيا على مستوى البطوله العربيه اخطاء قاتله ما كناش بنشوفها زمان. كان في وحوش في السردباكات يطلع كور العاليه كلها كانت بتاعه طلع تضرب الكره بدماغه. لكن مفيش حتى لو محترفين بره مصر ما فيش. يمكن احسنهم احمد حجازي وبرده ليه ديفوهات برده كره على الارض بالسرعه برده بتلاقي ديفو. لكن على مستوى الدوري لا ما فيش. هات لي باك ليفت في مصر هات لي اثنين في مستوى يعني بينافسوا بعض ثابت. ما فيش يعني عندنا في بعض الاماكن فيها عندنا عجز زي راس حربه. يعني مصطفى محمد انا السنه اللي فاتت لما راجل عن الاسماء قلت ازاي مصطفى محمد كان بيلعب بس ساعتها في طلائع الجيش فكانت النظره بعيده شويه. تمام. مظبوط. لما راح نادي الزمالك ومنتخب مصر واول حاجات دي كلها طب ما كان موجود عندك سالفه. النهارده محمد مصطفى محمد بسم الله ما شاء الله تقدر تقول عليه راس حربه مميز. تمام. فاحنا عندنا بعض الاماكن في 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 في, في الجيل الحالي فيها ثغرات. يعني بامانه يعني بردك السردباك ده بالذات لما تيجي تفكر بقى للناس اللي كانوا موجودين في الاماكن دي لا كان في ناس عتاوله من أمر الله يرحمه ابراهيم يوسف كابتن ماهر همام من احسن سردباكات كانت مصر. وائل جمعه كان هشام يكن كان عبد الظاهر السقا كان وجيه سمير كان منى فتره عماد النحاس محمد يوسف لا كان اسماء تقيله. حتى هاني رمزي لما كان بيلعب سردباك جه فتره معانا لعب سردباك. مظبوط. تمام. فكان عندنا اسماء تقيله جدا في عبد الظاهر السقا وابراهيم سعيد ما انا بقول لك حتى في الاجيال القريبه ابراهيم سعيد ما كل دول كانوا معانا عبد الظاهر السقا وكمونه وابراهيم سعيد ويوسف وكان معانا كمان مدحت عبد الهادي كان في اسماء تقيله. لكن انت النهارده
صعب صعب، ديفوهات وكور بينهم جون وما بيعرفوش يغطوا، ما بيعرفوش يلعبوا كوره بدماغه، واخطاء قاتله ومست باص في لا 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 صعب. فده الوضع الطبيعي. يبقى احنا نقول ايه؟ نبص بصه على الناس الصغيره ونقول لمصر يا جماعه اصبروا على الناس دي، احنا بنعمل حاجه لبلدنا الجيل ده، وحظنا حلو هم خدوا البطوله. ليه بقى؟ لان البطوله دي هتعليهم كثقه وكحسوا بنفسهم والحاجات دي كلها. فالموضوع محتاج، لكن الله يكون في عون طبعا كابتن حسام، لان الموضوع صعب. وانا قلت يا جماعه اللي يجي يمسك منتخب مصر يفكر اللي جاي عايزين ايه، مش مجرد ان انا اجي امسك منتخب مصر وابقى يعني يبقى عنده خطه او يحدد اولوياته، والاتحاد يقعد معاه والاتحاد هو اللي يعرض يقول احنا شايفين كذا 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 كذا، هتشتغل على هذا الخط ولا مش هتشتغل، يبقى في اتفاق وتنسيق مع كلهم مع بعض يعني. طيب نبدا باول انجاز، اهو الانجاز الوحيد اللي حضرتك ذكرته في 2019، انجاز المنتخب الاولمبي في التصفيات المؤهله لطوكيو وتاهله الى طوكيو. المنتخب ده ازاي يقدر يستعد لطوكيو خلال الفتره اللي جايه لغايه 23/7 اول مباريات رسميه في طوكيو؟ هل ممكن يعمل معسكرات؟ هل ممكن يبقى في توقف للدوري؟ ازاي الانجاز اللي حصل وده الانجاز الوحيد في 2019 على مستوى الكوره، على مستوى الكوره ازاي يحافظوا عليه عشان يعملوا انجاز افضل في 2020؟ لابد من وضع خطه اعداد قويه، عشان هو رايح هناك لمدارس مختلفه بقى، مدارس اوروبيه، مدارس امريكا الجنوبيه، مدارس مش هيلاقي يعني مش هيلاقي المدارس اللي هو لعبها في بطوله افريقيا، هيلاقي مدارس اعلى. فلابد من ان هو يبقى يتحط خطه اعداد على مستوى عالي ويقعد بالتنسيق مع اتحاد الكوره. ومش عيب ابدا ان انا افضي كل شهر اربع خمس ايام للمنتخب الاولمبي يعملوا تمرينتين بمحاضرات بي 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 بماتش ودي ويرجعوا انديتهم تاني. مش عيب، وضع طبيعي ان انا اعمل اعداد لفرقه انا شايف اللي هي مستقبل مصر. فيتحط اعداد كويس، ما نجيش بقى نعمل زي الفريق الاول ونيجي قبل بطوله الامم الافريقيه عملنا ماتشين يعني حاجه في يعني. بس ده لو حصل هيبقى مشكله في الدوري. الله، ما انت وقفت، ما انت وقفت الدوري الفتره اللي فاتت دي، كان لازمتها ايه بقى الدوري لما وقف المره اللي فاتت؟ ما هو وقف ساعه ماتش الاهلي والزمالك، ما هو وقف 55 يوم وفي الاخر المنتخب ما استفادش. صح ولا غلط؟ مش عشان نرجع لقديم. يعني بس عايزين نقول ان كل الانديه لازم تساعد الاتحاد، والاتحاد يساعد المنتخب الاولمبي، لان فعلا انا متفائل خير جدا بالمنتخب الاولمبي. طيب لو المنتخب بيستعد لطوكيو، عندك استراتيجيه في اختيار الثلاث اسامي من دلوقتي ولا تستنى لغايه الدوره ما يخلص والموسم ينتهي؟ لا واضحين. واضحين حتى لو الموسم لسه شغال وما تعرفش المتغيرات اللي هتحصل. واضحين. زي مين؟ نمره لو وجهه نظر كابتن علاء يعني. نمره واحد محمد الشناوي في حراسه المرمى. حارس مرمى؟ نمرة واحد. نمرة اتنين محمد صلاح. نمرة تلاتة بقى أنا في تقديري الشخصي أحمد حجازي، لأن أنا يعني السردباجات في مصر مشكلة. تمام؟ نمرة يا إما هو يا إما حمدي فتحي في نص الملعب. إن شاء الله بإذن الله يكون موجود وجاهز. يبقى الحتة اللي هي العمود الفقري بتاع المنتخب. المنتخب. آه. بس اختياراتك رايحه اكتر للمنطقه الدفاعيه سواء حارس المرمى او الدفاع. لا طبعا، من الاخطاء اللي بشوفها في الدوري العام وبشوفها في الفرق، لا لازم نبقى حذرين جدا. ومش عيب ان انا ابقى حذر جدا في دفاعاتي وعندي قوه دفاعيه كويسه، لان انا عندي ناس بتعرف تجيب جوان. رمضان بيعرف يجيب جون، مصطفى محمد بيعرف يجيب جون، عبد الرحمن بيك بيعرف يجيب جون، ناس كتيره بتعرف تجيب جون. فايه المشكله؟ محمد صلاح كمان هيبقى موجود معاهم، هيبقى اضافه قويه. طاهر محمد طاهر هيخش معاهم. فانا عندي قوه هجوميه كويسه. صلاح بس كاضافه كويسه. مش معنى كده بقى مش معنى كده بقى ان انا اسيبه ورا، لا ما ورا برضه لازم يبقى فيه اهتمام بيها. طيب الكابتن شاور ليه استراتيجيه في اداء الفريق او التكتيك بتاعه 3-4-3؟ حتى الدفاع عنده مش بيلعب على نظام التشتيت، لا بيبدا الهجمه من ورا. هل حجاز هيكون مناسب لطريقه اللعب ديت؟ اكيد بقى مع المعسكر معاهم وطريقه اللعب، وبعدين ده راجل محترف، فتقول له يعمل كذا حاضر، يعمل كذا حاضر. زي محمد صلاح يعمل العب هنا حاضر، العب هنا حاضر، عندك امكانيه بتقدر تادي. بس اساس الـ الموهبه موجود موجود. واحنا النهارده طب ما هو دجله مش كلها بتلعب من ورا والناس كلها انبهرت، طب دخل فيها كام جون من السنه اللي فاتت لغايه النهارده؟ جوان كتير وبيخسر ومتمسك برايه. ما انا بقول لك يعني لازم يبقى في عقلانيه شويه في الفكر يعني. طيب 2019 بالنسبه للمنتخب الاول كان في اختلاف ما بين اجيري وحسام البدري. بدايات اجيري وتحديدا في 2019 هو كان داخل على بطوله الامم بتفكير مختلف عن الطريقه اللي لعب بيها البطوله.
لان البطوله بقت في مصر عكس البطوله كانت بره مصر. شهر البطوله خدنا قرار بانها تيجي في مصر امتى؟ شهر واحد او شهر اثنين؟ كان شهر واحد او اثنين في الحته دي. ده كابوس بالنسبه له. هو واخد بقى هيلعب بره ولا حاجات كلها. اول ما عارف البطوله في مصر غير فكره كله. بالظبط. ودي مشكله. بص يا محمد، من اول ما اعلن اسماء المنتخب وانا فقدت الامل، لان الاسماء اللي اتحطت يا محمد فعلا تدل على ان هو راجل فاشل. ولا تغيير تفكيره نفسه هو اللي خلاه عنده دربكه. تفكير ما هو يعني ادم وصل للمرحله اللي حضرتك بتقول عليها دي، يبقى هو مش كويس. اصل مفيش مدير فني بترتبك ليه؟ ما انت هتلعب الماتشات. النهارده قالب به في كره القدم، اللي انا بحط على انا عندي 18 فرقه في الدوري الممتاز، شوف بقى بكام لعيب، بكام لعيب محترف، ده انت عندك كنز. طب ما تقدر تاخد ده وده وده. الاسماء تبص على الدكه، واحد ينزل يغير نتيجه ولا واحد ينزل يسد لك مفيش حاجه خالص. انت اخترت على اساس. فانا لما شفت الاسماء وتوقيتها والحاجات دي كلها قلت لا، ما كل سنه طيبين بقى صعب. طيب. وقلت هذا الكلام يعني. بعد تغيير اجيري وجيت كابتن حسام بدري بعد بطوله الامم بس بحوالي شهرين ثلاثه، يعني البطوله خلصانه واحنا خرجنا شهر من سبعة. اول سبعه شهر سبعه الصيف. كابتن حسام تم تعيينه في شهر 10 تمام، بعدها بثلاث شهور. هل اختيارات كابتن حسام في بدايه معسكر المنتخب الاول شبيهه باختيارات اجيري، ولا حسيت ان في فلسفه ثانيه؟ هيزعل منه حسام اخويا وحبيبي يعني. لا، اختيارات وحشه. ليه بقى؟ لازم انا لما اجي اعرف انا جاي ليه؟ وايه سلبيات الفتره اللي فاتت؟ هو حسام بدري جه منتخب مصر ليه؟ عشان الجهاز اللي قبله مشي. الجهاز اللي قبله مشي ليه؟ عشان فشل في الفوز بالبطوله الافريقيه. بسبب ايه؟ 1 2 3 تمام؟ النهارده الجمهور المصري خرج من بطوله امم افريقيا كله يقول لك بلاش النني، عبد الله السعيد لا، سعيد عبد الله ما كانش موفق بصراحه يعني. مين احمد حسن كوكا؟ هو جايب فتره كبيره مش عارف يجيب جون وبتاع. فانت النهارده انت بتبتدي المشوار بتاعك بنفس الاسماء وبتلعبهم في اول ماتش ودي والنتيجه كانت سلبيه، فانت النهارده فقدت كتير تعاطف الناس على الاقل في البدايه. ايوه، هنا بقى كان لازم حسام يلعبها احسن من كده. كان لازم هو حتى لو في دماغه الناس دي ما كانش في الاول. طب كان هيجيب مين؟ ان في نفس الوقت والعناصر الواعده اللي في المنتخب الاولمبي موجودين مع الكابتن شوقي غريب. فيه كان اسماء يقول لك انا بجرب، او كان في اسماء كتير. في هو مش خد حمدي فتحي، وجهه النظر الاخرى هو في مش خد حمدي فتحي، وكان عنده عمرو السوليه، وكان عنده دونجا بتاع بيراميدز، وعنده تمام. طيب ما كنت ابتديت بيهم على الاقل، لو كنت عايز تلعب الناس يلعبهم اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه، لكن ابتديت بيهم دي اللي عملت الدروب. فدي كانت برضو حته يعني مش مظبوطه يعني. بس على الله كابتن حسام اكيد الفتره اللي فاتت يعني كلنا بنتعلم، يكون خد الدرس من هذا الكلام، ولازم يعرف ان النتائج بالنسبه لجمهور مصر مهمه، لان احنا ما قلناش لجمهور مصر احنا بنعمل فرقه جديده. لو كانت قالت الجمله دي من الاول كانت الناس صبرت، لكن انت دخلت بنفس الفكر ونفس البتاع ومطالب بنتائج ومطالب ومطالب ومطالب. طيب، على مدار عام 2019 لو بنبص في القوام الاساسي لمنتخب مصر ما اختلفش كتير. مجموعه بندور في فلكها بقى لنا فتره كبيره جدا، وحضرتك ذكرت حتى جيل 2013. من 2013. طيب، مين ابرز اللاعبين اللي فرض نفسه على منتخب مصر خلال هذا العام بخلاف محمد صلاح؟ انا شايف سيبك منتخب اولمبيا، يعني بنتكلم على الكبار. المنتخب الاول انا شايف حمدي فتحي، رغم ان هو جاي في المتر الاخير، بس حمدي فتحي هو وعمر جابر كانوا نجوم بدايه الدوري. كانوا عاملين بدايه الدوري في اول 5 6 ماتشات بصراحه، يعني كانوا هم النجوم بتاعت الدوري. تمام، فده كان فرص كويس. انا شايف ان محمد فاروق بتاع بيراميدز ماشي كويس قوي. عبد الله جمعه كان ماشي كويس قوي، ومعرفش، انا شايف ان الموضوع بيهرب منه في المنتخب بقى. كان مشكله في المركز الظهير الايسر. تمام، كان ماشي كويس. يعني دول انا في اعتقادي ان هم دول كانوا الابرز في الدوري المصري. ومش عايزين، مهم جدا محمد، ان احنا مش عايزين نرجع لورا. النهارده عبد الله السعيد من ماشي كويس قوي، بس لازم نعرف ان عبد الله السعيد هو النجم المحلي خلاص، حاليا النجم المحلي، هو ادى رسالته تماما على المستوى الدولي وعمل
اللي محدش عمله ولعب وكسب وكل حاجه. بس اخر حدثين ساب انطباع سلبي. خلاص كاس عالم وام افريقيا في مصر. وام افريقيا، فلازم نبص عن اني برضو ما نخدعش في الدوري. انا معجب جدا بعبد الله سعيد وبحب ستايل لعبه ولعيب عالي جدا، لكن انا ببص لان انا اشتغلت على مستوى الدولي واشتغلت على مستوى المحلي بالزبط. فعارف يعني ايه. تمام، لا اشتغل، اعمل صغر نزل انزل بمتوسط الاعمار واعمل فرقه بحيث اللي هي تساعدك، وان شاء الله بعد المنتخب الاولمبي يخلص المهمه بتاعته هيبقى الامور في شهر 7 الجاي هتبقى الامور بالنسبه لك متاحه. طيب، من الامور السلبيه وده نتيجه اداء المنتخب الاول او حتى الاولمبي في الفتره السابقه، التصنيف. يعني التصنيف في بدايه 2019 كان تصنيف جيد نوعا ما، بلسه يعني بنستثمر انجازات كوبر مع منتخب مصر على 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 قصه النتائج، فكان التصنيف متقدم. واحنا بنختم عام 2019 تراجع التصنيف بنسبه كبيره جدا، بين حتى في المركز السابع افريقيا، المركز الثالث او الرابع عربيا. حاجه و60 او حاجه و50 على التصنيف الدولي. التصنيف تراجع كثيرا. هل في 2020 مع الماتشات الرسميه مع تصفيات كاس العالم تتوقع بقى بالشكل الجديد للكابتن حسام مع المنتخب الفتره الجايه؟ اتوقع ممكن نتقدم في التصنيف ولا التصنيف هيفضل متراجع؟ لان التصنيف ده تاثيره هيبقى علينا اكتر في 2022 في المرحله الاخيره. لا لا، اتوقع اللي هو هيزيد في 2020. بص كابتن حسام الصغير، حسام شاف السلبيات الفتره اللي فاتت وشاف وحس وقرا وفي انتقادات، وفي لازم يتقبل الانتقادات لان الانتقادات ممكن تبقى في صالحه. تمام، تصريحاته كانت سريعه في التوقيت الحالي، وبيتكلم عن الدوري ومفيش نجوم بيتم افرازهم من الدوري بشكل كويس او في مراكز فيها نقص. هي فيها شيء من العصبيه شويه، لكن انا متفق معاه. انا قلت لك اول ده بتفق معاه، شيء من العصبيه. شيء من العصبيه كان ممكن يعني ايه تتقال واحده واحده، بس هو تك 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 حسام. لا احنا كلنا معاه، وان شاء الله ان شاء الله يتدارك الفتره اللي فاتت دي و 2020 ان شاء الله. ان انا بقول لك 2020 اصلا ساعتين ثلاثة وتمشي ساعتين ثلاثة 2019 تعال حاجة تختصرنا الاسم هنا 2020 2020 احنا اجدع ناس 2020 2020 السنة تخلص بسرعة. طيب، المنتخب الاولمبي في 2019 التركيز عليه في الاستعدادات ما كانش واضح قوي، هل شفته قبل التصفيات الافريقية المؤهلة لطوكيو ولا فوجئت بأداء الفريق؟ لا ما فوجئتش، لان انا بص الكلام بيعيد نفسه. في مصر حاجتين، منتخب والدوري الممتاز. تمام، تقول لي بقى منتخب اولمبي، تقول لي منتخب شباب، تقول لي مش عارف منتخب شاطئيه، مش عارف ايه. هو في هو التركيز كله التركيز على المنتخب كله. الاول والدوري الممتاز. تمام، فالمنتخب الاولمبي شغال وعمل ماتشات وديه كتير وعمل تجمعات وعمل وعمل، وفي اختياراتهم حسيت ان اولا هم كانوا مش هقول محظوظين، لكن كان موفقين في اختياراتهم. الجهاز كله كان موفق في اختيار للعيبه، لان يعني اللعيبه كلها بتلعب فريق اول في انديتها، كل اللعيبه وده حظ فريق. يعني حظ كويس للجهاز الفني كمان. بالظبط، تمام، فحظ وحظ كويس. وهم دي كانت في صالحهم، اللي هم خدوا اللعيبه دي لعبوا اللي لعب تحت ضغط افريقي وضغط عصبي والحاجات دي كلها. فاعتقد ان هم الظروف ساعدتهم في، وهم كانوا موفقين في الاختيارات. ما احنا زي ما قلت الاجيري ما كانش موفق في اختياراته نهائيا. مظبوط، ما هو ده بقى فرق بين واحد واحد. وفي واحد زي كبشه وغريب كان موفق في اختياراته للجهاز بتاعه للعيبه بتاعته في البطوله. يعني في البطوله. طيب، ننتقل للحديث عن النادي الاهلي والاهلي في 2019، ما بين ايجابيات وسلبيات واداء مميز جدا في مرحله معينه، ثم تراجع، ثم جهاز فني جديد عامل اداء مختلف خلال الثلاث شهور منذ سبتمبر حتى شهر ديسمبر النهارده، بنختتمه اليوم الاخير النهارده في 2019. شايف الاهلي حصاده في 2019 كان ازاي؟ النادي الاهلي حصاده بطولتين، الدوري والسوبر في 2019. مظبوط، تمام. النادي الاهلي وسوبر 2017 2018 بس اتلعب فين؟ في 2019 بس كده. مظبوط. النادي الاهلي لو جينا اتكلمنا على 2019، نتكلم من اول يناير، من اول 1/1 يعني 2019، النادي الاهلي اداؤه ما كانش مقنع لجماهيره، وكان في دروبات كتير، و حس يعني برضو كان في غلطه اعلاميه كبيره جدا، ان كان بينه وبين نادي الزمالك بناط كتير، بس ما حدش عايز يبص على الخانه، ده لعب قد ايه وده لعب قد ايه. كان النقط لصالح الزمالك،
بس عدد اللعب الاهلي كان اقل من الزمالك كتير. بكتير. لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم عدد الماتشات لو النادي الاهلي كسبها يعدي وعدى. انا لا لا بكلمك في الاول في الاول في الاول تمام. تيجي تحسبها النادي الزمالك ما لعبش النادي الاهلي لماتشين في 2019 الماتشين دول بستة بونت. لما انت بتوقف المنافس بتاعك وانت بتقطع عليه بستة بونت مظبوط واخد بالك ولسه عدد الماتشات. بس الناس راحت في اتجاه ان ده في اسبوع من الدوري كان النادي الاهلي قبل الاخير باين ولا قبل الاخر باثنين ما لعبش. واصلا الاهلي ما لعبش يعني الفرقه كلها كانت لعبت حوالي 8 9 مباريات في الدوري والاهلي ما لعبش غير مباراتين ثلاثه. بقول لك نتيجه البطوله الافريقيه. وانا بقول لك يعني ايه دخلنا ده برده كانت غلطه كبيره جدا. كان ما تعملش الدوري ما تعملش الجدول. بس كانت غلطه مقصوده من البعض. ما اعرفش بقى ما لكن انا كنت اصلا ساعتها كنت ماسك المقاولين. انا كنت ساعتها كان معايا فرقه المقاولين وكنت بعاني من هذا الموضوع. انا كان لسه لي 3 مباريات والمقاولين والموقف ومش موقف وكنت بلعب بالك عشان فكرت فيها بشكل موضوعي. عشان المقاولين وكنت بلعب بناشئين وكنت بلعب بلعيبه جايه الدرجه الثانيه. قلت وهياخدوا وقت لغايه لما يقفوا على حيلهم ونبتدي نشق طريقنا. فحسيت يا جماعه طب فما لسه 3 ماتشات بس 9 بونت يعني 3 بونت خلوني اعدي فوق. ده المراكز وقتها انا فاكر لو انت كسبت بدل ما تبقى في ال 15 تبقى في السابع والثامن. بلا بقول لك ماتش واحد. فالاهلي عاش في صراع البناط والدوري بيروح والدوري مش عارف وهيفضل ايه في الدرجه الاولى والحاجات حاجات صعبه شويه. فلكن نقدر نقول في الفتره اللي كان فيها دروب في اداء النادي الاهلي الظروف كانت بتضغط عليه جامد زي مثلا خروجه من البطوله الافريقيه تمام. وكان قبليه طلع من الادوار الاولانيه في النسخه بتاعت البطوله العربيه كانت 18 19 مزبوط. بس هو الاهلي خرج من 2018 ما في ماتش الوصل تمام. خروجه من البطوله العربيه خروجه من الامم افريقيا فالظروف دي خلاص في تقديري انا ما فيش غير بطوله الدوري العام وده كان التحدي. هي دي بقى كانت التحدي فعلا لانها كانت بطوله كبيره. فاعتقد ان بطولة الدوري العام كانت أكبر مصالحة لجماهير الكرة الأهلوية في مصر. ونهاية وأخذ النادي الأهلي الدوري في 2019 وتغيير الجهاز الفني كان له دور كبير جدا جدا في اللي الأهلي وصله دلوقتي. إن هو ابتدى الموسم بثقة كبيرة جدا للاعبته خدت الدوري زائد تغيير فكر الجهاز الفني. وأنا بنتهز الفرصة إن أنا يعني الجهاز الفني ده له دور كبير جدا لان انا قلتها قبل كده برضو بس احب اقولها في البرنامج ان بقياده فايلر. لان لما تيجي تبص لفرقه النادي الاهلي دلوقتي لما تيجي تتكلم على الفرقه هنقول الشناوي هنقول احمد فتحي ومحمد هاني هتقول ايمن اشرف هتقول محمد سعد سمير هتقول رامي ربيع هتقول تمام. مين الوحيد اللي دخل جديد؟ افشه. برافو عليك. تمام. لو بنبص على التشكيله لا افشه الوحيد اللي دخل تمام. طب الفرقه دي كلهم كانوا حتى جايه كان بيلعب السنه اللي فاتت والناس كانت في رمضان. زياده تمام كلهم كانوا بيلعبوا. طب ايه الفرق ما بين اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت واول ما الراجل ده جه؟ لا في اختلاف. معنى كده ان انت لازم توقف هنا تقول ايه؟ لا في حاجه اتعملت في فكر وصل للعيبه في لعيبه في اضافه دخلت. ايوه في اضافه دخلت ما تعديش مرور الكرام لان انا بقيس اللعيبه دي هي اللعيبه اللي لعبت بالظبط. طب ايه اللي حصل؟ تمام. لا في حاجه طورت ادائهم. والنهارده لما تيجي تقول النادي الاهلي انا بقولها لك بصراحه النادي الاهلي الوحيد السنه دي تقدر تقول عليه اداء زائد نتيجه. يعني في انديه يقول لك ايه انا يهمني بس احصد نقاط. فالكلام ده بيفقد او بيسلب منك متعه كره القدم. متعه كره القدم في الاداء وفي النتائج. النادي الاهلي ممكن يكون وقع منه مثلا اشواط معينه ربع ساعه تلت ساعه لكن في المجمل طبيعي في المجمل لا الاداء موازي للنتيجه. فعشان كده انا بقول لك يعني انا طول عمري بقول كده بقول انا احب اتمتع بكره القدم. طيب انا معايا تليفون حد قريب منك وحبيبك قوي. مين؟ نجرب الصوت. يلا احنا هو في الساعات الاخيره من 2019 اختبار اهو. يلا لسه ساعتين. لسه ساعتين. قول الو يا كابتن علاء. الو. الو. ايوه حبيبي يا علاء. هو مش بعيد قوي. كابتن مرهم همام انت سامعني بقى؟ حماده صدقي يا حبيبي. حماده صدقي معايا. حماده صدقي. محمد ازيك يا حماده؟
ازيك على اخبارك يا حبيبي؟ ازيك يا حماده، الف الف مبروك يا حماده. الله يبارك فيك محمد. كابتن حماده ازيك ومنور الدنيا وسعداء بجد بتجربتك مع الهلال وعامل مفاجاه جميله في ملعب رادس. ولعت المجموعه حماده. ايه يا حبيبي؟ بقول لك كابتن علاء ولعت المجموعه. يعني طب ما كل واحد بيجتهد يعني عشان يوصل لاي حاجه ان شاء الله، ربنا يكرمنا باذن الله ونصعد باذن الله ان شاء الله. لا والله يا حماده انا سعيد جدا، وكنت سعيد لان يعني كنت مصمم ان انا اتكلم معاك فعلا، لان انا سعدت باداء الفرقه جدا الماتش اللي فات، اللي انت كنت لسيرك وفكرك في مع الفرقه، ودي حاجه بتسعدني لان انت من جيلي ودايما طول عمرك يعني راجل جميل ومدرب جميل، ودي بدايه حلوه قوي يا حماده، وان شاء الله يا رب تكمل على خير وعندك ماتشين. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يوفقك يا حماده ونسمع عنك كل خير يا رب ان شاء الله. يا رب يا كابتن، ربنا يخليك على اسلام يا حبيبي. الله يخليك. كابتن حماده يعني 2019 بالنسبه لك هي كانت في الرمق الاخير في اللحظه الاخيره، مباراه النجم الساحلي انطلاقه مختلفه وتعويض ليك حتى على المستوى التدريبي لما حدث خلال هذا العام. ما فيش حاجه الحمد لله، الامور كلها عندي يعني. لا كان بالنسبه لي عام 2019 كان عندي هدف في الجونه والحمد لله اتحقق بنسبه 100% اللي هو البقاء في الدوري، واصعب دوري اتعمل، مش اقوى دوري، بقول اصعب دوري يعني في حياتي اللي انا شفتها في الدوري المصري ده كان اصعب دوري. يعني انت لغايه قبل انتهاء اخر اسبوعين في حوالي 12 فرقه مش عارفين مين هيهبط. حقيقي فعلا كان دوري صعب جدا بمعنى الكلمه، ودوري طويل ودوري صعب. فاللي كان بيقعد من الفرقه الصغيره قدر يقعد حقق انجاز كتير، وكان المطلوب مني ان انا اقعد في الدوري والحمد لله تحقق قبل ما ينتهي باسبوعين، فده كان بالنسبه لي تحقيق هدف كويس جدا. فما فيش حاجه تعويض عن حاجه يعني، الحمد لله دي مرحله وانتهت، وكنت عامل قعده دكتور مع الجونه، وبشكر الناس كلها طبعا على المجهود اللي عملوه معانا عشان الفرقه تقعد. وطبعا المجهود حماده لوحده، حماده والجهاز الفني واللاعبين والاداره اكيد ليهم دور كبير في بقاء الجونه، وده اتحقق الهدف بنسبه 100%. انتهى العقد، جالي حاجه ثاني الحمد لله، تحدي جديد بقى، الواحد بيحاول يجتهد ويشتغل في مكان في تحدي جديد يعني. انت في الدوري خلاص، وجالي الحمد لله جالي اكثر من فرقه في الدوري ممتاز، ولكن لما جالي التحدي الخارجي دوت مع فريق كبير زي الهلال طبعا لا رحت هناك على طول، وربنا يوفقنا في التحدي الجديد يا رب ان شاء الله. طيب ايه اللي عملته في المده القليله دي مع الهلال السوداني عشان يلعب مباراه كبيره مع النجم الساحلي، وده تفوق لاول مره للهلال على الاراضي التونسيه مع النجم الساحلي في رادس، بس هو مش تفوق للكابتن حماده يعني، مش اول تفوق ليك على جريده، دايما في المواجهات المباشره ما بينك وبين جريده دايما متفوق على جريده في كل المباريات. الحمد لله، مع اني انا يعني ما بصدقش اول الحاجات دي، لكن التجربه مع الهلال يعني خلال الاسبوعين في فرقه تخشها كده تحس انت في قبول بينك وبين اللعيبه، بيفهموك بسرعه، بيسمعوا الكلام، ده ساعدني بشكل كبير جدا. ربنا وفقني ان انا قدرت اعرف قدرات اللعيبه بسرعه، ولعبت على الحته دي على الواقعيه شويه معاهم يمكن، والتوفيق من عند ربنا طبعا. ربنا وفقني في بعض حاجات في التشكيل، في الاختيارات، في طريقه اللعب، موجود طريقه اللعب كمان قويه جدا. النجم عندها اكثر من حل في كل مناطق الملعب، فريق قوي جدا، وكان التوفيق معانا ازاي وقفوا كويس، دافعنا طريقه دفاعيه بحته طبعا في الاول، وبلعب على فرصه واحده يعني طول المباراه عايز استغل حته واحده بس اهم حاجه ما يبقاش عندي مساحات اشتغل فيها. اكيد ربنا وفقنا الحمد لله. ولعبت النجم بنفس طريقه اداء النجم على فكره لما بيلعب خارج تونس. والله انا بص انا جبت الماتشات كلها، الماتش اللي لعبه في بلاتينيوم لعب ضغط من قدام، ما لعبش زون ديفنس. تمام. بس هو بيغير طريقه لعبه في اكثر من سيناريو بيعملوه اثناء المباراه. يعني لما بيجي جوان بيرجع يلعب ديفنس، لما عايز يكسب بيلعب ضغط من قدام، فالضغط من قدام بيعمل مساحات كبيره في ظهر المنطقه الخلفيه ورا. بالظبط كده. فانا والتوفيق من عند ربنا، اللعيبه نفذت بشكل كويس ومعاهم التوفيق الحمد لله. لا وروح كمان يعني طريقه لعب وروح فريق الهلال، انا شفت روح غير طبيعيه للاعيبه بصراحه طول ال 90 دقيقه. جيد المباراه، التحضير كان جيد جدا للمباراه. تحضير نفسي كمان. طيب حسابات المجموعه كابتن حماده، لان دلوقتي المجموعه اصبحت متشابكه، وحتى موقع الاتحاد الافريقي وصف المجموعه بانها المجموعه الاشرس والاصعب.
رغم ان الكل كان بيتوقع ان مجموعه في المتناول بالنسبه على الاقل حتى للاهلي والنجم، لكن بعد الثلاث مباريات لا، المجموعه بقت متشابكه والحسابات بقت معقده ما بين الثلاث فرق. تمام، يعني كل واحد عنده طموح زي ما قلت من الثلاث فرق، يعني كان الاول الناس كلها مرشحه الاهلي، لكن النتيجه المفاجاه اللي حصلت دي غيرت الحسابات كلها. اكيد كل واحد يجتهد ويسعى الهدف، انا عايز اوصل لاخر مشوار في البطوله، ده اجتهاد بنسعى فيه، يعني ربنا وفقنا فيه وفقنا وفقنا برضه الحمد لله، ادينا بنسعى مع نادي كبير مش صغير، عنده جماهيريه كبيره، قاعده كبيره جدا في السودان، نادي كبير في قوه جماهيريه معانا، هنستلم ده ان شاء الله في ماتشات اللي في ملعبنا، ماتش النجم، ماتش الاهلي عندنا بره بلاتينيوم، فان شاء الله نقدر نوصل لابعد مكان باذن الله في المجموعه. كابتن علاء يعني محتاجين نروح لكابتن حماده اخر جوله، احنا مخلصين وهو مخلص. وهو بص انا 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 في التقدير الشخصي يا حماده ان النادي الاهلي والهلال ان شاء الله اللي هم اللي هيوصلوا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وموفق يا حماده دايما ان شاء الله، لانك انت بتستاهل كل خير بجد يعني. كابتن حماده الله يخليك، كابتن حماده صدقي انا بشكرك، وان شاء الله سنه 2020 تكون انطلاقه مختلفه بقى على المستوى الافريقي وعلى المستوى التدريبي ان شاء الله. حقق نجاحات مع الهلال شبيهه حتى بالنجاحات اللي حققتها في الجهاز الفني لمنتخب مصر في وجود الكابتن حسن كمدير فني في فترات سابقه ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم، استعرض ذوقك. شكرا جزيلا كابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الهلال السوداني وابن النادي الاهلي، بالتاكيد ان شاء الله تجربه تكون قويه مع الهلال في البطوله الافريقيه القادمه. دي من الانجازات الطيبه بصراحه، يعني اسم مصري موجود في البطوله الافريقيه. اي حد بيشتغل بره بيعمل اي انجاز بيبقى كويس قوي، بالذات اللي شغال بره، يعني لما تيجي تحسب الناس اللي اشتغلت بره قليله في مصر. حقيقي. يعني مثلا انا وكابتن جوهري، حسام حسن اشتغل بره مصر، حسام البدري اشتغل بره مصر، حماده صدقي اهو طارق العشري في ليبيا، طارق العشري في ليبيا، في الامارات بقى عندنا تجربتين، يعني في او في دوري في عمان في كابتن عظيمه محمد عظيمه في مصر، او في ايمن رمادي، ايمن رمادي في الامارات مع اكتر من نادي حتى الفتره الاخيره. فالواحد بتبسط لما يعني، لان كانت زمان كانت المدربين المصريين متوغلين في، لكن دلوقتي بقت العمليه محدوده اهو. بالظبط كده، وكابتن كشري كمان مع منتخب جيبوتي. لا في حد قال لك في حد غششك؟ حد غششك بالتجارب الافريقيه. وعلى فكره كابتن شريف الخشاب كمان مع منتخب تشاد. وشريف الخشاب مع منتخب تشاد. وكابتن مين تاني؟ من الزمالك. من النادي اشتغل بره ممكن كان في السودان؟ كان في معبر سيراليون حاجه زي كده. والكابتن طارق عبد العليم مدرب حراس المرمى في تونس، ده مقيم هناك. وفوزي ماير في قطر ده مقيم بالظبط مع المنتخبات والحاجات دي كلها. بالظبط صح، ربنا يوفقهم ان شاء الله الجاي يكون احسن حتى لكل المدربين المصريين سواء في مصر او خارج مصر ان شاء الله. طيب مشوار الاهلي، كنا بنتكلم في فكره ان البطوله الافريقيه الدوري العام والتطور اللي حصل في اداء الاهلي يعني مع فايلر. نهايه البطوله اللي خدها بطوله الدوري العام وتغيير الجهاز الفني بالفكر الجهاز الجديد، بالرغم ان حصلت هوجه اعلاميه على مين اللي جاي ده ومش مين، ودخلنا ده درس ده ما احنا دايما عندنا سرعه في الحكم على اي حاجه وبنحكم بالورقه والقلم، ما بنستناش نشوف الملعب. لا اصل ده ما اشتغلش في افريقيا قبل كده. طب ايه مش ما اشتغلش في افريقيا؟ اصل ده لا، ده كان جاي راكب بيزنس مش راكب يعني اي حاجه ممكن تطلع لك، واخد بالك؟ تمام واخد بالك يا جماعه، اصبر اصل يعني وضع طبيعي. ما انت جبت مدربين كبار قوي. انا في تقديري الانديه المصريه هي اللي بتعمل مدربين حقيقي، مع احترامي لمانويل جوزيه والسمعه اللي خدها. مين اللي عمل مانويل جوزيه؟ النادي الاهلي صح ولا غلط؟ مين برضو كان من اسماء الكبيره او الاجانب اللي جم وعملوا يعني الانديه المصريه هي اللي بتعمل الاسم. وبعدين الراجل يعني عجبني جدا اللي هو ساب كل ده ورا ظهره واشتغل واقف على الخط هادي جدا، لا بيتعصب ولا ولا ولا، وواضح جدا شغله، واضح جدا يعني. هيقول لك بس الشوط الثاني بتاع المدربين، اصل الشوط لا الشوط الاولاني بتاع المدربين والشوط الثاني بتاع المدربين، وبين الشوطين بتاع الشوط المدربين. يقول لك لا الشوط الثاني بقى ده بتاع المدربين. طب والشوط الاولاني بتاع مين؟ خلاص الجهاز الفني يجي على الشوط الثاني بقى. الجهاز الفني يجي على الشوط الثاني، ما يروحش ده جهاز ده جهاز. ما فيش شويه مصطلحات كده بتطلع، لكن في الاخر لازم تدي العلامه للراجل ده ان الراجل ده فعلا وصل.
لان اصلا انا ضد بحب اول اتفرج على ماتش كوره حلو. انا ضد ان انا الثلاث نقاط اهم من الاداء، ثلاث نقاط اهم من الاداء، ده مصطلح طلع ايام كوبر. تمام؟ الثلاث نقاط اهم من الاداء لغايه لما الواحد زهق. لا انا عايز اتفرج على فرقه كوره بتلعب بتلعب كوره، يجي فيها جون مش مشكله بس اجيب جون واثنين وثلاثه. طيب مين المدافع اللي كنت تحب تتفرج عليه وبيلعب كوره كويسه؟ بيبني هجمه. هيدرز. انا عن نفسي متعاطف جدا مع جيلي، انا جيلي انا اللي كنت بتمتع بيه الله يرحمه كان احسن اثنين في مصر لعبوا جنب بعض. كان الله يرحمه ابراهيم يوسف وكابتن ماهر همام. كابتن ماهر همام. ماهر همام ده يعني صخره الدفاع في مصر، مش في النادي الاهلي بس في مصر. امنيه ايه واحنا بنختم 2019؟ معاك على التليفون الكابتن ماهر همام. حققت لي كل حاجه. كابتن ماهر. كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. تمام. الحمد لله بخير، كابتن علاء بيرحب بيك طبعا وقال بالمسا على الكابتن علاء نسيل. كل سنه وانت طيب علاء. ازيك يا ماهر؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. كده يا رب في احسن حال 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا قاعدين بنتكلم على يعني المدافعين حته السردباكات في مصر. فكنت بتكلم بقول يعني الاجيال القديمه دي كان فعلا مستوى السردباكات على مستوى عالي جدا جدا بصراحه، يعني اخرهم الجيل اللي فات اللي هو كان وائل جمعه بيلعب فيه في الجيل اللي فات. تمام. فانا مقتنع تماما لان انا لعبت معاك، كنت بشوف ادائك يا كابتن ماهر. وبعدين في احصائيات لازم الناس تعرفها، على اعتقد ان انت المدافع السردباك الوحيد اللي ما خدتش ولا انذار ولا كارت احمر، صح؟ بالظبط. ازاي يا كابتن؟ الناس ما تعرفش الكلام ده. والله سردباك. لا واقول لك على حاجه، وفي افريقيا في وسط التحكيم بقى الافريقي والاحداث اللي بتحصل بره. محمد، اولا طبعا بعيد عليكم، وبعدين انت معاك انت 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 معاك هداف المونديال يعني علاء نبيل هو اللي وصلنا في مونديال 84 لوس انجلوس. الله يخليك يا كابتن ماهر. الله يخليك. طبعا الهدف الشهير اللي في مصر هنا في مباراه الجزائر على علاء نبيل. الله يخليك يا كابتن ماهر. وبعدين كمان محمد، علاء من صاحب فكره الدفع بالناشئين في قطاع الناشئين، اول واحد لما كان ماسك قطاع الناشئين، اول واحد كمان دفع بالناشئين. المجموعه اللي انت شايفها اللي هي محققه انجازات النهارده مع المقاولين، يمكن علاء كان صاحب فكره الدفع بالناشئين بشكل جيد، ان هو كان رئيس قطاع الناشئين خلال فترة لمدة سنتين. مظبوط. فعلاء من الشخصيات المحترمة جدا، وحبيبي واخويا وعشت. الله يخليك يا كابتن. عايزين نستنسخ واحد زي ماهر همام يا كابتن ماهر. عايزين نستنسخ. عايزين نستنسخ واحد زيك يا كابتن ماهر. انا والله انا عايز اعمل عادين ثلاثة يا محمد. انا عايز ارجع العب ثاني اعمل عادين ثلاثة. عايز اعمل عادين ثلاثة. الفرصة اللي موجودة فيها دي. بس على مدار مشوارك دايما مع النادي الاهلي او حتى مع المنتخب مفيش ولا انذار الحمد لله. لا الحمد لله محمد، يعني الكلام اللي قاله علاء ده حقيقه. يعني انا عايز اقول لك ان انا اللاعب الوحيد اللي في تاريخ الكره المصريه ما خدتش انذار ولا كارت احمر بالنسبه للدوري المحلي او المباريات الافريقيه او المباريات الدوليه. المباريات الدوليه. يعني انا لعبت يمكن اكثر من 10 سنين دولي على مراحل سنيه ومع المنتخب الاول، ولعبت اكثر واحد لعبت في افريقيا مع النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. يمكن بسبب ان انا ما خدتش انذار او كارت احمر كنت بتكرم سنه 80 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 81 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 82 بجائزه احسن اخلاق. بس رغم الالتحامات وديت كانت عن طريق كلية الشرطة رقم واحد، ثم جريدة المساء، ثم أخبار اليوم. ده المفروض كمان الاتحاد المصري يعمل جايزة لجايزة اللاعب النظيف لأفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، لأن المركز ده تحديدا حجم الالتحامات والضغوط، وبعدين الجيل بتاعك كنت بتلعبوا لعيبة إفريقية ما كانش فيه احتراف، فأنت بتلعب مع فرق أفضل فرق في إفريقيا سواء أشانتي كوتوكو أو أفريكا سبور أو هارس أوف أوك أو حتى في تونس والمغرب، يعني التحامات قويه ومركز حضرتك تحديدا خط الدفاع ده شيء يحسب لك بصراحه. لا وكمان محمد خد بالك، عايز اقول لك ان عشان كوتوكو ده كان فيه 8 من اللعيبه الدوليين بالظبط. غانا كانت الانديه ساعتها هي الاساس المنتخبات الافريقيه. والارت بوكس كان فيه برضك 8 لعيبه دوليين في منتخب غانا. يعني عايز اقول لك ان احنا كمان ونيجيريا والكاميرون وكل اللعيبه كان لسه الاحتراف برضك ما انفتحش بشكل بالظبط زي الايام ديت او العهد ده.
فكون الفرق اللي انت كنا بنلعبها كانوا لعيبه دوليين على اعلى مستوى. يعني انا لعبت الحمد لله لعبت على يعني كان في نكونو موجود في الكاميرون، كان في ميلا الهداف طبعا منتخب الكاميرون الشهير، يعني كان لي الشرف ان العب عليه، عبيدي بليك غانا بتاع المغرب ماهر اسمه ايه اللي هو كريم وباين كريمو في المغرب بالظبط بالظبط علاء، وهو كان رب احمد جير في الجزائر رب احمد جير في الجزائر يا خبر ابيض، دول عمالقه كلهم كانوا اللعيبه كلهم محترفين كمان بجد والله خارج هو ماهر امام ده عملاق عمالقه يا كابتن ماهر فعلا عمالقه، انا بقول لك عمالقه. يعني احنا في الفترات الاخيره مع كابتن وائل جمعه يعني حتى لو بنتكلم في الاجيال كابتن ماهر بقول لك محمد كمان لمره يعني انا خدت كمان احسن ظهير ثالث في افريقيا سنه 84 في المباراه الاولى اللي كانت في الجزائر اللي هي كانت في لوس انجلوس اللي علاء قدر المباراه الثانيه يعني 1-1 هناك ثم 1-0 هنا. انا خدت في الفتره ديت 84 جائزه احسن ظهير ثالث في افريقيا. عايزين بس واحد في 2020. شفت انا بقى عايزين بس عشان كده بقول لك عايزين بس خمسه صح، قلت لهم عايزين واحد زي ماهر همام واحد بس. امنياتك واحلامك وطموحاتك في 2020 يا كابتن ماهر بالنسبه للمستوى الشخصي او حتى بالنسبه للكره المصريه؟ والله طبعا على المستوى الشخصي طبعا اتمنى الموسم الجديد ده ان شاء الله ربنا يبارك لنا ان شاء الله، واخد بالك بالصحه والعافيه والسلام يا رب. وبالنسبه طبعا لمصر الحبيبه ان ربنا يا رب ان شاء الله نشوف بلدنا في احسن حال. الكره المصريه نتمنى بها للحصول على البطوله الافريقيه، حصول على الدوري العام، وان شاء الله وصول منتخب مصر كاس افريقيه وكاس العالم ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. كابتن ماهر همام نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا بالمكالمه دي، ومعايا افضل مدافع في تاريخ مصر بالتاكيد وصاحب الاخلاق الرياضيه وجائزه اللعب النظيف. لو استنسخنا جائزه يا كابتن علاء في بطوله او الاتحاد المصري جائزه اللعب النظيف لافضل مدافع في تاريخ الكره المصريه اكيد هتبقى الكابتن ماهر. اكيد طب اكيد طب. كابتن ماهر بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا محمد وكروسان طيب. كروسان طيب يا ماهر الله يخليك. كابتن ماهر عايز انسخ واحد بس لا 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 ده الاسماء اللي قالها على المستوى الفرق الافريقيه والمنتخبات والانديه مفيش منهم دلوقتي حتى وجود واحد او اتنين في مستوى اللعيبه ديت. يا محمد وائل جمعه كان في المحله بالظبط، وعبد الظاهر كان في المنصوره. بعد ربنا سبحانه وتعالى احنا كان لينا دور كبير جدا انا وكابتن جوهري في تطور ادائهم. احنا كنا بناخدهم في التدريب في نادي الشمس في تدريب الخيل الرملة علو كده، كنت بعمل لهم ميدان رشاقه ومرونه لغايه لما كانوا الصبحيه كانوا بيرجعوا من التعب، وكنا بنوديهم يرتاحوا شويه ونعدي عليهم بعد الظهر ناخدهم في الملعب اشتغل معاهم لغايه لما استووا بعد كده. وهم على فكره ما بينسوش هذا الكلام ولا وائل ولا عبد الظاهر، بيقعدوا بيقول لك احنا شفنا المر لغايه لما بقوا لعيبه دوليه، وكنا بالاتفاق مع الانديه انتوا الماتش بتاعكم يوم الجمعه احنا هنجيب لكم اللعيبه دي يوم الاربعاء يتمرنوا تمرين خفيف والخميس ويلعبوا معاكم الماتش وناخدهم السبت. كان في تنسيق، الحاجات دي كلها مفقوده تماما تحت بند الايه؟ الاحتراف والاجنده الدوليه. بس فهو طبعا عشان كده انا بحب المدرب اللي يبقى ليه دور في تطور، عشان كده انا معجب بالراجل مدرب نادي الاهلي فايلر. انا ببقى سعيد جدا بان المدرب يبقى ليه دور في تطور اداء اللاعب، ما اجيش انا بقى احط رجل على رجل انا عايز اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني وعشان اكسب. طب انت وظيفتك ايه يعني؟ تمام بس وفي طيب. مدربين كده كتير. طيب كابتن وائل جمعه بيبعت لك التحيات والسلام حبيبي وتمنياته ليك في 2020 ان شاء الله تكون سنه طيبه. متابع الحلقه بس هو عنده دور برد غير طبيعي. اوعى تتكلم عشان ما تتعبنيش. صخره الدفاع كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه كان عامل عقده لقيته ودروجبا. انت عارف هقول لك سر وائل جمعه بقى لو سمعنا ايه؟ كابتن جوهري كان معجب بيه جدا. ليه؟ اولا كان على المستوى الفني كان معجب بيه، وبعدين قال لي بص يا حلوه نفس اللفظ كده صوته لسه في وداني. قال لي عليه تكشيره زي نور الدين نايبت بتاع المغرب. مدافع المغرب بالظبط. قال لي او كان هو كابتن جوهري كان بيحب نور الدين نايبت جدا كان. هو كان كابتن جوهري في التوقيت ده كان بيميل اكتر للكره المغربيه والجيل بتاع المغرب ده. لا كان بيقول لك اولا كان كابتن الفرقه بيقول لك كان بتعجبني شخصيته جدا في الملعب وادائه والحاجات دي كلها، فبيقول لك وقال عليه تكشيره زي نور الدين بتقول انا هناخد عشان تشبه وكابتن. دايما كان ليه نظره الله يرحمه كابتن جوهري كان ليه نظره.
لا كابتن وائل جمعه انا بتذكر حتى البطولات الافريقيه لا يعني احنا بنتكلم كابتن ماهر همام في فتره السبعينات والثمانينات، لا الكابتن وائل جمعه في الالفيه غير طبيعي. انت بتتكلم في فتره كان افضل اثنين فراوده في العالم كانوا موجودين في افريقيا، الكاميرون وكوت ديفوار، صامويل ايتو وديدي دروجبا. لا 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 تكلفوا بس بالمهام دي معاهم. خلاص ما تنساش هشام ياكل، الكابتن جوهري معاه هشام ياكل. يعني كابتن جوهري صنع هشام ياكل لمنتخب مصر في كاس العالم 90. ما هو ده بقى الـ 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 صناعه المدرب للعيب. ده الصنايعي. ده الصنايعي، مش المدرب اللي يعمل اللاعب، لا اللاعب المدرب اللي يعمل اللاعب. المدرب اللي يعمل اللاعب هو ده المدرب، لكن مش اللعيبه تعمل مدرب. اللعيب يبقى عنده موهبه ويعمل مدرب. طيب وانا بختم معاك الحديث عن الاهلي، واحنا بنختم 2019 الناس بتشوف اكتر الفرق اللي عملت نتائج ايجابيه او خسرت اقل عدد من المباريات. فريق ليفربول الانجليزي 2019 هو افضل فريق في العالم. فاز بدوري ابطال اوروبا، فاز بكاس العالم للانديه، ومرشح للدوري الانجليزي في 2020 الجاي ان شاء الله، وعمل نتائج غير طبيعيه. طيب هو من اقل الفرق اللي تعرضت لخسائر في 2019، حوالي 5 خسائر. ببص على النادي الاهلي بكم المباريات اللي لعبها، الاهلي في 2019 لم يخسر سوى 7 مباريات فقط. فاز في 38 وتعادل في 3 مباريات. ايوه انا معايا الاحصائيه دي موجوده معايا. لا بس برضو ايه البطوله، البطوله والجمهور اللي هو لا يرضيه غير 3 نقاط. يعني جمهور ما ينفعش عايز 3 نقاط، واخد بالك؟ زائد اداء برضو، لان النادي الاهلي معروف بادائه دايما بيزعج جماهيره والحاجه دي كلها. طب ما النادي الاهلي كسب الماتش اللي فات بلاتينيوم 2-0، بس برضو الناس يعني ايه، لا ممكن نكسب 4-5، وليه ما نكسبش 4-5؟ طب كويس، بمناسبه المباراه دي، هل الفريق تاثر باصابتين في اول 25 دقيقه فبقى في خوف ان في اصابات تانية، ولا في النهايه انت مكسب عايز تحقق 3 نقاط نتيجه ضغط ماتشات، فمش محتاج تعمل مباراه كبيره قوي تجهد نفسك فنيا وبدنيا؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، اصابه الاثنين لعيبه المبكرين. نمره 2، بعض اللعيبه لعبت على مستوى الفرقه اللي قدامها. يعني انت 3 ايام عندك ماتش تاني. واخد بالك؟ فهي لعبت على قد المباراه، جونين، واحد في الدقيقه 8 والماتش سهل وبتاع، وزائد الاصابات، فدي ثقافه اللاعب المصري. فيعني نفسي نوصل زي اوروبا، مفيش رحمه، الثاني والثالث يجي والرابع يجي، واخد بالك؟ يا كابتن احنا بنلعب البوكسين داي طول السنه. يعني الدوري الانجليزي البوكسين داي بالنسبه له بتتكلم في الاسبوع الاخير من 12 في اول يناير. بل بالعكس باقي الدوريات ريحت، يعني الدوريات كلها واخده اجازه في فتره راس السنه، لكن الدوري الانجليزي لو ناخده بالقياس بالدوري المصري، الدوري المصري بوكسين داي طول السنه. لا خدمه 24 ساعه غير طبيعي، خدمه 24 ساعه. يعني مانشستر سيتي، او بلاش مانشستر سيتي، فريق ويفرهامبتون لما لعب مانشستر سيتي الخميس لعب ليفربول السبت او الحد اعتقد، فبين المباراتين 48 ساعه. الكل في انجلترا وفي الصحافه الانجليزيه ازاي ده انتحار، فريق زي ده يلعب مع فرقتين وقوتين في المده الزمنيه القصيره ديت. طيب تعال بص على الدوري المصري، انت الاهلي بيلعب 1 5 9 12 14 16، فلازم اللعيبه لازم طبعا قال الله في عونها بصراحه. وبعدين يعني انت شايف الضغط كده، خلاص افتح القيد شويه، يعني بدل ما يبقى مثلا 25 خليه 30، خليه فري. لا مش فري. لا مش فري، بس هي ايه يعني، هو برضو لسه ما زلنا في عقده الموسم الماضي، لسه تاثيره عشان كده الموسم ده مهم جدا يخلص بدري. تاثيره كبير يعني. لا الموسم اللي فات ده يا مليء ده، ممكن تعمل عليه كتاب في كل حاجه، مسابقات وتحكيم ونتائج ايه اللي كان بيحصل الموسم اللي فات ده. ما طيب بمناسبه الموسم اللي فات والدوري بشكل عام، لو بنقارن ال 10 جولات اللي اتلعبوا في الدوري بمقارنه موسم 2019 والدوري اللي اتلعب، من لان الدور الاولاني حتى كان مستمر في يناير وفبراير في 2019، المقارنه بين الموسم ده والموسم الماضي. الموسم اللي فات علاء نبيل مع المقاولين العرب لعب اول مباراه في الدوري العام 30/7 المقاولين والاتحاد في استاد اسكندريه 1-1. تمام. الدوري خلص بقى كام؟ بعد الامم الافريقيه 31/7. سنة ميلادية، سنة. واخد بالك؟ اصل التاريخ ده في دماغ اصلا. يعني حتى بقول لاصحابي، بقول لهم يعني حتى حظي يجي الدوري يخلص، مش عارف خلصنا بان في شهر 5 وابتدينا في 30/7، اول مباراة لينا كانت مع الاتحاد في اسكندرية. طب كانوا طولوا شوية، كنت قعدت مع الفرقة بقى وعملنا وسوي ماتشات، لكن على طول ولعبنا. كان يعني مثلا انا مشيت في شهر 10 كنت لاعب 9 اسابيع معظم الدور الاول.
واخد بالك؟ فكان لا الموسم اللي فات كل ما افتكره جسمي بي 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 لا 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 بس نتائج المقاولين يعني ظهرت بعد كده لما خد مساحه وقت الكابتن عماد النحاس مع الفريق طبعاً. وبنى او اشتغل على الشغل حضرتك بنيته. اه طبعا طبعا دي كانت يعني حتى هو ما انكرش هذا الكلام يعني. لكن وضع طبيعي جدا انت لما بتقعد مع فرقتك وتديها فكرك وتديها وقت ومساحه وتشوف الاخطاء والسلبيات اللي حصلت على اعتقد يعني بيبقى ليها دور كبير جدا في النتائج اللي بعد الفتره يعني. على المدى البعيد بتبان طبعا بتبان طبعا على المدى البعيد واللعيبه بقى خدت خبره واللعيبه خلاص الدوري الممتاز بالنسبه لها كان في طبعا في رهبه وفي وفي الحاجات دي كلها لكن طبعا الامور عدت يعني الحمد لله يعني. طب تجربتك مع مولين وقتها انت بتعتبرها من التجارب الايجابيه ولا تجربه في تجارب ايجابيه كانت افضل او ما خدتش مساحه وقت فانت شايفها مش تجربه ايجابيه؟ لا هي الظروف كلها كانت يعني كانت كانتش مساعداك؟ كانت مش مساعداني بالرغم ان انا كان عندي يقين اللي كانت هتفتح يعني طبعا انا كنت جايب لعيبه من الدرجه الثانيه وكنت بطلع ناشئين ويعني كان في شبه اتفاق اللي احنا يعني هنكمل بهذا المنطلق يعني لكن طبعا النتائج هي اللي بتحكم كرة القدم في مصر. النتائج مهما تقول لي النتائج هي اللي بتحكم كرة القدم. تقول لي بقى مش عارف فرقة بتأدي كويس ولا مش عارف ايه هي النتائج في مصر. الفكر النادي الوحيد اللي هو مش فرقة معاه هو دجلة. ده حقيقي. هو دجلة هو مقتنع بحاجة معينة لكن طبعا كانت هناك ضغوط يعني المقاولين وزي ما قلت لحضرتك برضو كان ايه كان اصلا مباريات بتاجله وكنت على سبيل المثال كان الاسماعيلي بيلعب في بطوله عربيه تقريبا كان في الكويت وخرجوا من هناك كان عندهم حالتين طرد في الدوري الممتاز وعندهم اصابات وكنت هيجوا يلعبوني بعد ثلاث ايام كانت فرصه ليا ان انا طبعا تليفون صغير اجل بس دي برضو من الحاجات اللي هي نقعد دوري السنه اللي فاتت حصلت فيه حاجات مش طبيعيه وانا بقول لحضرتك فيعني برضو ده من حظي لما كان الماتش ده كان رفعني فوق واخد بالك فهي بتبقى ظروف يعني لكن في جميع الاحوال ان الفتره ده الموسم اللي فات لا مش ممكن اتفكر انا فاكر لقطه حصلت مع حضرتك في الموسم اللي فات ماتش المقاولين انت نزلت المفروض الحكم مصري لقيت الحكم مش مصري فقلت مين ده مين دول يا جماعه وما اختارش نادي المقاولين الاتحاد وقتها ما اختارش المقاولين كان ممكن بتاع الامن بره ما دخلوش بالظبط يقول انا حاجه اجنبي يقول لك ما عنديش خبر بهذا الكلام من ضمن طرائف الدوري المصري السنه اللي فاتت لا ما السنه اللي فاتت كانت مليئه بالمفاجآت وقلت والله يا محمد قلت الاسعار اللي بنشوفها هنعاني منها وكانت النهارده الناس كلها بتقول لك الاسعار الجنونيه دي طب انا قلت والناس زعلت وناس هجمتني ومطبلطيه كتير بقى طلعوا قال لك انت ضد وضد 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 طب ما النهارده اهو بنعاني اهو النهارده تقدر تنزل سعر لا طبعا للاسف للاسف صح حتى مع سعر السوق والمنتج نفسه منتج الدوري لا فرق شاسع يعني منتج البطوله نفسه بالمقارنه بالاسعار ما تنفعش وما عندكش جماهير بتدخل لك ما عندكش جماهير ولا عندك يعني طب وبعدين يعني في الدوري الانجليزي لما اشتري لعيب ب 60 مليون يورو مثلا اعرف اجيب انا اعرف اجيب القيمه دي من قبل ما يلعب لكن في الدوري المصري طب انا لو اشتريت لعيب بالقيمه دي اللي تم رفع سعرها بالشكل ده طب اعوضه ازاي؟ وانت ضد الاستثمار وانت ضد مش عارف ايه وانت ضد طلعونا ابو لهب طب النهارده ما كل الكلام ده اللي انا قلته طب ما بيتحقق النهارده طيب الدوري السنه دي شايفه على المستوى الفني هيكون اقوى من السنه اللي فاتت؟ الدوري السنه دي عارف هيكون اقوي ليه او مثير ليه؟ لان معظم الفرق مستوى واحد لان الكابتن حماده صدقي قال كلمه مهمه قوي قال الدوري ما كانش قوي بس كان صعب ما بقولك مش قوي مستوى الفرقه كلها واحد كميه التعادلات اللي موجوده في الماتشات كتيره جدا قول النهارده انت مين فارق اللي انت تقدر تقول ده هينزل يكسب الدوري ده هيكسب الماتش ده النادي الاهلي مش انا عشان قاعد لا النادي الاهلي تمام هو اللي عنده القدره اللي هو ينزل يكسب تمام المنافس بتاعه يعني لازم نبقى الكره في مصر اهلي وزمالك مع احترامي لكل الانديه اهلي وزمالك المنافس بتاعه زي ما حصل للنادي الاهلي السنه اللي فاتت الدروب في الاداء السنه دي نفس الظروف بيمر بها نادي الزمالك الدروب تمام بتمنى ان نادي الزمالك يعلى لان لما يعلى نادي الزمالك هتلاقي هتحس فيه منافسه هيبقى فيه منافسه بالظبط تمام لكن النهارده فين المقصه؟ فين المقصه؟ المقصه السنه دي نتائجه غريبه جدا انبي كان غريب الشكل
الفرق 80% من دوري الفرق دوري الممتاز، عشان كده ممكن يقول لك ايه الدوري، لكن لو في فرق قويه هتلاقي المستوى المتعه والاثاره اكتر، لكن عشان مستوى الفرق متقارب هات لي انت فرقه في مصر بتلعب ماتشين ورا بعض كويس نتائجها حتى السبت على الاقل. الاسماعيلي مش عامل ماتش قدام نادي الاهلي، ماتش كبير جدا. مظبوط. تمام. تاني ماتش كان مع مين؟ مع المقاولين. مع المقاولين الاسماعيلي خسر. تمام. طلع الجيش. مش كسب نادي الزمالك. تاني ماتش ما كسبش من ساعه ما كسب نادي اتعادل اعتقد. اتعادل. يعني طيب. نفسي الفرق تنزل تمام. يبقى في ترمومتر ليها مستوى ثابت للفرق، هو ده الدوري. طيب بمناسبه فوز المقاولين على الاسماعيلي معانا على التليفون المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكره بنادي المقاولين. باشمهندس محمد برحب بيك وفي ضيافتي الكابتن علاء نبيل. الو. ايوه باشمهندس محمد ازيك؟ اهلا بيك واهلا بيك كابتن علاء نبيل في ضيافتي وبيرحب بيك. ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي وانا سعيد فعلا اني بشوف كابتن علاء منور الشاشه. الله يخليك يا باشمهندس. ربنا دايما يخليك كده ملعلع ويسمعنا افكاره اللي بتسري الكره المصريه الحقيقة. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك. انا سعيد جدا جدا بان انا بشوفه على الشاشه دلوقتي وفرحان بوجوده معاك. الله يخليك. واحنا سعداء بتجربه المقاولين عام 2019 يا باشمهندس محمد، لان مهندس محمد عادل مع المقاولين خلال السنوات الاخيره بالتاكيد يقدر يقيم هذه التجربه في 2019 تحديدا، سواء في ختام الموسم الماضي او حتى بدايات الموسم الحالي. هو طبعا عشان نتكلم على 2019 مفيش شك ان هو الكوره بيبقى فيها حاجات كتير مطبات يعني، ويمكن في كل سنه كان بتحصل برضه بعض المطبات وبالذات مع المقاولين العرب تحديدا، وبعدين بتفوق تاني. السنة اللي فاتت يعني الحقيقة أولا بدأت بفترة إعداد محترمة جدا وقوية جدا من الراجل اللي قاعد قدامك ده، عمل شغل واختيارات والحقيقة يعني عمل مجهود جامد، ومن يعني مش أنا شفت اللي اتعمل فترة إعداد ما شفتوش خلال فترتي في عالم الكرة الكل يعني. إنما بدأت في بعض المطبات وده شيء وارد في عالم الكرة، ويمكن اصرار كابتن علاء هو حتى يمكن الكلام ده الناس ما تعرفوش، ده اكثر ماتش مصر ان هو يقول لك لا انا البدايه دي شوفوا حد غيري مش مشكله يعني، ساعات الكوره تبقى كده واقفه مع مدرب فبيقول لك لا انا لازم استعطي النادي شوفوا اخر يعني. يمكن مش عايز اقول لك كمان ماتش الزمالك يعني هو كان حاسس ان هو لا في حاجه، وده بيحصل كتير مع كل المدربين مع كل، وده عالم الكره بكل اللي فيه من والى. بعد كده استمرينا الكابتن عماد النحاس الحقيقه راجل عمل شغل كويس وكتاب جدا مع مجموعه اللعيبه اللي هم كانوا على مستوى عالي جدا، الكابتن عماد والجهاز المعاون بتاعه، وقدرنا برضه نوصل خامس، فكانت بالنسبه لنا سنه فيها كل يعني حلو، مش عايز كله حلو كله حلو في النهايه هي الكوره واللي حصل كله هي مطبات الكوره او فوائد الكوره، بس اهم حاجه الاصرار الثبات القناعات باللي انت بتاديه، وربنا في الاخر يوصل برضه اهم حاجه التوفيق، والتوفيق بتاع ربنا اكيد طبعا اكيد طبعا. دي الحقيقه اللي حصل معنا السنه اللي فاتت، نستمر السنه دي ان شاء الله يكون فيه. طبعا كان فيه بقى يعني الكابتن علاء قال لك ده بدا، انا سامعه من شويه بقول لك انا بدات في شهر 7 30/7 ونهينا الدوري 25/7 اللي بعديها مظبوط مظبوط سنه كامله المطبات طول السنه بلاش، انا ما اعرفش ماتش الاهلي ده حتى اتاكد ليه، زي ماتش المقاولين اللي تاكله مع الزمالك ليه يعني. مظبوط لا ما هي دي بتظبط الكوره بقى قالوا ليه؟ هي كده حلوه كلنا حبيناها كده ما نقدرش غير كده اتعودنا على كده اتعودنا على كده بالظبط يعني يا ريت يعني نعود لعبتنا على اللعب 72 ساعه بس. طيب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه وهقفل بقى
لاعب مش لاعبتهم مسؤولينا في الانديه وفي الاتحادات. يا ريت كلنا نبقى ماشيين في سكه واحده بس. انما التوتر الدائم في الكوره صعب. عارف عارف يا باشمهندس، والله يعني حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، وحضرتك بتختم حتى بموضوع مهم جدا وموضوع محتاج حلقات. بس لو في سيستم وفي نظام وكل التزم بيه مش هتلاقي فيه مشكله واحده. طيب بالنسبه للسيستم والنظام، بعت لي النهارده عشان اللوائح. تمام؟ انا كتبت على النهارده في العمود بتاعي. يعني عايز اقول لوائح ايه؟ انا كاتب في الجمهوريه. اذا كنا عندنا لوائح كتير قوي واحنا لا نلتزم. أني لوائح؟ لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولا أني لائحة؟ نعم أنا عارف. عايزين نعمل لائحة عشان نخالف. تمام، ما هي اللائحة موجودة صح؟ احنا خليفتنا اللي كانت موجودة، فهنعمل لائحة جديدة برضه هنخالفها تاني. طب ما نخالف ازاي يعني؟ ما تنكشناش يا باشمهندس. هو عايز يخلينا نفتح في موضوعات. وسهل جدا وبسيط جدا، وعندنا ناس في هذا المجال بالذات ناس خبراء وناس محترمه وتقدر تلتزم. بس احنا يعني احنا عايشين في جو من التوتر الدائم. ما ينفعش كره قدم في هذا التوتر، ما ينفعش. وكلها حاجات، ده ماتش 72 ساعه، ده ما لعبش، لا ده اتاكد له ماتش الصداق. يعني ليه كل ده؟ الكوره ابسط من كده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب يا باشمهندس. طيب يا باشمهندس، وان شاء الله نكمل النادي يكمل المسيره ونفضل في المراكز المتقدمه ان شاء الله. ونشوف كده المقاولين يا رب في المراكز المتقدمه على الاقل، يعني يعود حتى يعود لافريقيا من تاني. في كلمه لازم اقولها، يعني انا بتفائل بعلاء لما بيكلمني قبل الماتش، وانا عندنا ماتش بكره ان شاء الله. اهو كلمك. ان شاء الله خير يا باشمهندس، وكل سنه وانت طيب، وكل التوفيق يا رب للمقاولين العرب في المرحله الجايه، والمقاولين يعود تاني للامجاد الافريقيه ان شاء الله باذن الله بعد ما ياخد مركز متقدم في الدوري السنه دي. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس. مكالمه جميله، واتكلم معانا في تفاصيل بصراحه مهمه جدا. ده الاب الروح للكوره في المقاولين العرب. يعني وفي الكوره في مصر على فكره. يعني انا دايما في الاتحاد لما بروح اتحاد الكوره دايما بلاقيه في الاجتماعات. لا بنسمع لعيبه اشتكت عشان فلوس، ولا اشتكت عشان ايه، ولا ما لعبوش عشان خاطر ما خدوش مستحقات. كل واحد بياخد حقه تماما. و يعني وجوده بجد في منظومه كره القدم في النادي مفيده جدا. بحس انه بيدي طمانينه للمقاولين. في طمانينه كده على الدكه. يعني وهو بيبقى حريص، بيبقى حريص يقعد على الدكه بس هو تفائل لما انا كلمته لنا. نشوف الماتش بكره، ربنا يسهل يبقى خير ان شاء الله. ان شاء الله كل توفير الفرق المصريه. طيب لو اختم معاك كابتن علاء واتكلم على 2020 هيتلعب فيها السوبر المصري، نهائيات البطوله الافريقيه للانديه سواء دوري ابطال او كونفدراليه، تصفيات كاس عالم، وعندنا قرعه في شهر يناير اللي جاي لسه هنشوف مجموعه مصر هتبقى مين، والاولمبيات ان شاء الله بدايتها في 23/7. الرزنامة او الاجندة او الارتباطات الجاية دي كلها، تتوقع نسبة نجاح الاندية والمنتخبات فيها الفترة الجاية بالمعايير او بالمقاييس حضرتك شايفها على ارض الواقع، نسبة 100%، نسبة 50%، النتيجة لا قدر الله ممكن تبقى زيرو بالمقارنة ب 2019؟ لا مش عايزين نجيب 2019، كل النسب موجودة. لكن انا في تقديري ان النادي الاهلي هيكمل في بطولة الابطال ان شاء الله، في تقديري ان الزمالك يكمل في الكونفدرالية، في بطولة الأبطال، سوري في دوري الأبطال، أعتقد إن بيراميدز ممكن يكمل في الكونفدرالية، مستوى أقوى من كل الفرق اللي في البطولة على فكرة. تمام. المصري في الدروب خفيف، لكن بيجي وقت اللي هو ممكن يستعيد تاني مع كابتن إيهاب جلال. متوقع المنتخب الأولمبي هيعمل نتائج إيجابية النتائج طبعا. تصفيات كاس عالم، ماتش في مارس اول ماتش، مع مين؟ لسه القرعه في شهر يناير، لسه حسب القرعه بقى. لكن برضو عشان ابقى واقعيين، ما لو استمرنا بهذا الاداء بهذا المستوى هيبقى في صعوبه. هيبقى في صعوبه، لكن عندي امل كبير لكابتن حسام وان شاء الله اللي هم يشوفوا الاخطاء دي كلها ان شاء الله وتتعالج، والدوري يفرز حاجه كويسه. الاتحاد والاسماعيلي بطوله عربيه، وغالبا يعني خلاص فريق منهم في السيمي فاينال، هي دي بقى دي دي اللعب. لكن هو طبعا الاسماعيلي لعب الشوط الاولاني شوط عالي قوي،
وقدر يجيب جون في التوقيت اللي هو فيه كويس. الشوط الثاني كان الاتحاد تماما لكن ما عرفش يسجل. اعتقد برضو ده زي ما قلت لحضرتك الاسماعيلي مع الاهلي ايه وبعدين مع المقاولين ازاي. هل اسماعيل هيقدر يكمل بهذا المستوى؟ وهل الاتحاد السكندري هيكمل وعارف ان مفيش لا مفر ان هو لازم يكسب اسماعيلية؟ تمام بالزبط. فممكن تبقى مباراه لا تتوقعها بالمره، وعلى الاقل فرقه مصريه هتطلع. يعني طوكيو 2020 ممكن نرجع بميداليه؟ ممكن 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 ممكن. طيب اكبر انجاز للكره المصريه بعد كاس العالم للشباب؟ ممكن ممكن وبتمناها من كل قلبي يعني. يعني ان شاء الله ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله خير. كابتن علاء نبيل نورتني وشرفتني. انا سعيد. حصاد 2019 يعني عملنا اطلاله كده كبيره على كل الاحداث الرياضيه في مصر، ومتفائلين بتوقعات حضرتك ان شاء الله في 2020. لا ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله الكره المصريه، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. طيب. والجمهور المصري كله بخير يا رب. سعيد جدا بالحوار معاك. الله يخليك. وان شاء الله نلتقي بعد سنه ونتكلم على انجازات 2020 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن علاء، وبالتوفيق لك يا رب. شكرا حبيبي والله. شكرا جزيلا. كانت فقره فنيه مهمه جدا، لان احنا خلاص في الساعات الاخيره من 2019 وبنشوف الحصاد في هذا العام، ايجابي سلبي، المؤشرات والمراحل كانت ماشيه ازاي، سواء على مستوى الانديه المنتخبات، النادي الاهلي كمان تحديدا، لان كمان النادي الاهلي على مستوى الارقام عامل ارقام ايجابيه بالمقارنه بالبطولات. دوري وسوبر، خسر كاس وبطوله افريقيه، لكن بالارقام اكتر من 100 هدف على مدار السنه، فحتى في معدل تهديف اكتر من هدفين في المباريات. عدد الخسائر اقل من فرق عالميه كثيره جدا في هذا العام، لكن النهايه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هي البطوله، وعشان كده 2020 ان شاء الله هيكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فقره السنه والاخيره، فقره مهمه جدا مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس، وهنتكلم في قضايا مهمه جدا وكواليس واسرار وتفاصيل هتسمعوها، لكن مع احمد عويس بعد الفصل.